انشغلت يوم الجمعة من الضحى حتى العصر، ولم أتمكن من قراءة سورة الكهف. وبعد أن انتهيت من عملي عصرا جلست لأستريح فنسيت القراءة، ثم ذكرت قبل أذان المغرب بخمس دقائق فقط فقرأت، ولكن حان الأذان أذان المغرب وأنا لم أقرأ سوى صفحة واحدة من أول السورة، فواصلت وانتهيت بعد الأذان بكثير. فهل في هذه الحالة لا يكتب لي الأجر في قراءة سورة الكهف لأن وقت نهار الجمعة انتهى؟ وماذا أفعل فإني لم أحفظها لأقرأها عن ظهر غيب؟ وما حكم عملي هذا؟ أرجو توضيح آخر مدة لقراءة السورة، شاكرا لكم وجزاكم الله خيرا. قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة ورد فيها شيء من الدليل، وإن كان ليس بالقوي، فمن قرأها في هذا اليوم فحسن، وإذا فات اليوم وغابت الشمس من يوم الجمعة ولم يقرأها فاتت قراءتها في هذا اليوم، لكن يقرأها في أي وقت إن شاء، لأن القرآن يتلى دائما وأبدا وله أجر التلاوة في أي وقت. نعم.